بسم الله نبدأ. إعراب أسماء الشرط الجازمة. طيب هنا أولا أسماء الشرط الجازمة هي أسماء شرط مبنية يؤتى بها للربط بين الفعل وجواب، يعني نربط بين الفعل والجواب. طبعا ونحن سندرس إن شاء الله بعد ذلك أن أسلوب الشرط يتكون من أداة شرط وفعل شرط وماذا وجواب شرط، ولكن الذي يهمنا اليوم أننا سندرس إعراب أدوات الشرط. طيب هنا كل أسماء الشرط هي مبنية، يعني نقول اسم شرط جازم مبني على كذا في حسب حركته، ممكن أن يكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة، ما عدا أي الشرطية فهي معربة وسندرسها. طيب هنا إعراب أسماء الشرط الجازمة. هنا أولا إعراب من وما ومهما، وهي طبعا أسماء شرط الجازمة، تكون في محل رفع مبتدأ. متى؟ أولا إذا جاء بعدها أو إذا كان فعل الشرط نفسه لازم أو فعل متعد استوفى مفعوله، يعني مفعوله موجود. طب يعني مثلا وقالوا مهما تأتنا به من آية. لو نلاحظ أن الفعل تأتنا أتى، يعني مثلا أتى محمد من المدرسة، إذا أتى الفعل هنا لازم لا يحتاج إلى مفعول به. إذا ما إعراب مهما هنا؟ سنقول اسم شرط جازم مبني على السكون، هنا في محل ماذا؟ رفع مبتدأ. طيب لماذا يا إخوة؟ لأن فعل الشرط لازم هكذا، أو فعل متعد استوفى المفعول، يعني قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه إلى آخر الآية. لو نلاحظ أن فعل الشرط هنا يعمل، وسوءا مفعول به للفعل يعمل، إذن هذا الفعل متعد استوفى المفعول، فعل الشرط نفسه، إذن ما يعرب من ستكون مبتدأ. إذن من ما ومهما اسم شرط، نقول في اسم شرط جازم لأنه يجزم فعلين، مبني على السكون، في محل رفع ماذا؟ في محل رفع مبتدأ. طيب هنا طبعا هذه القاعدة تنطبق على الثلاثة، يعني من وما ومهما، طبعا من للعاقل وما ومهما لغير العاقل. طيب ترى في محل نصب مفعول به، إذا كان فعل الشرط بعدها متعديا لم يستوفي مفعوله، يعني الفعل نفسه متعدي ولكن مفعول ليس موجودا، يعني قال الله تعالى ما ننسخ من آية. نلاحظ نسخ محمد الكتاب أو نسخ محمد الواجب مثلا، نسخ يعني فعل متعد يحتاج إلى مفعول به هكذا، أو نسخه لو وضعنا لها ضمير. طيب إذا ننسخ هنا هذا فعل والفاعل، طب أين المفعول به؟ من وما ننسخ من آية أو ننسه، لا يوجد مفعول به. إذا ما هي التي ستكون ماذا؟ هي المفعول به، لذلك سنقول ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ما طبعا مقدم للفعل ننسخ هكذا. طب متى تعرب في محل جر؟ لو سبقت بحرف جر، بمن تستعين؟ أستعين. إذا سنقول طبعا الباء حرف جر، ومن اسم شرط مبني على السكون في محل ماذا؟ جر بالباء هكذا. طيب ننتقل إلى كيفما، يعني كيفما أيضا اسم شرط ولها إعراب واحد فقط، تعرب اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل ماذا؟ نصب حائل. وبالمناسبة هي كيف ما هنا زائدة للتوكيد هكذا، إذا لها إعراب واحد اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب حائل فقط هكذا. طب كيف نفرق بين كيف الاستفهامية وكيف الشرطية؟ أن كيف الاستفهامية بدون ما، كيفما الشرطية تجد بعدها ماذا؟ ما زائدة هكذا. طيب ننتقل إلى إعراب أسماء الشرط الجازمة، متى وأيانا وأن وأين وأينما وحيثما. أولا متى سنقول، يعني في هذه اسم شرط جازم مبني على متى على السكون، يعني متى هنا مبني على السكون، أيانا مبني على الفتح، أن مبني على السكون، أين مبني على الفتح، أين مبني على الفتح وماء زائدة، حيث اسم شرط جازم مبني على الضم وماء زائدة.
هكذا. كلهم في محل نصب ظرف. إذن هنا مثلا عندما تجد متى أو أيانا سنقول ماذا؟ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل ماذا؟ لابد أن نقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب ظرف زمان متعلق بماذا؟ بفعل الشرط. إذن أين اسم شرط جازم مبني على الفتح؟ مبني على الفتح وماء زائدة، مبني على الضم وماء زائدة، أن مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب ظرف. لذلك قال الله تعالى أينما تكونوا النتيجة يدرككم الموت. إذن أين فقط اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب ماذا؟ ظرف مكان متعلق بفعل الشرط. طب وماء تعرب زائدة هكذا. طيب من أدوات الشرط الجازمة أيضا طبعا حرف الشرط إن وإذا، يعني هما بمعنى واحد، يعني عربوهما واحد. وطبعا إذا ما قليلة الاستخدام الاستعمال، وأما إن فهي كثيرة الاستعمال. طب ما إعرابهما؟ يعربان حرف شرط أو حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. يعني قال الله تعالى إن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. إذن إن هنا ماذا؟ إن هنا حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كذلك نفس الأمر في إذا، نفس الإعراب، حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب أي هنا أي الشرطية؟ طبعا هي اسم شرط، ولكن هنا يا إخوة معرب، يعني ليست مبنية. هنا معناها بحسب ما تضاف إليه، يعني لو أضيفت إلى عاقل فهي للعاقل، إلى غير عاقل فهي لغير عاقل، إلى آخره. ولكن لا ننسى أولا أن أي يأتي بعدها ماذا؟ اسم، هذا الاسم يعرب ماذا؟ مضاف إليه، يعني مضاف إليه هكذا، لا ننسى هذا. طيب هنا استعمالها ومثال عليها وبعد ذلك إعراب أي. لو أنا أقول طبعا أي تستعمل العاقل لأنها أضيفت إلى ماذا؟ إلى عاقل، لأن طالب هنا مضاف إليه. أي هنا أي طالب يجتهد يتفوق. لو نلاحظ هنا أن أي إخوة فعل الشرط يجتهد، هنا ماذا؟ لازم، اجتهد محمد في الدراسة أو في المدرسة، نضع لها ضمير يجتهده، المعنى لم يكتمل، إذن هو فعل لازم. إذن أي هنا ستعرب مبتدأ. إذن سنقول اسم شرط ليس مبني هنا، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم. لماذا؟ لأنه تلا فعل لازم، يعني جاء بعدها فعل لازم هو فعل الشرط لازم يجتهد. طبعا تكون لغير العاقل لأنه أضيفت إلى غير عاقل وهو كتاب، طبعا كتاب مضاف إليه. أي كتاب تقرأه، إذا تقرأ هنا فاعل، والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت، والهاء يعني تقرأه، والهاء هذه مفعول به، يعني ضمير متصل في محل نصب مفعول به. هنا الفعل متعد استوفى المفعول، لذلك نقول ماذا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة، لأنه تلا فعل الشر متعد استوفى المفعول، يعني المفعول موجود. ممكن تكون أي هنا ظرف؟ نعم ممكن تكون ظرف، لو أن المضاف إليه أصله ماذا؟ يوم، يعني أصله ظرف. إذن سنقول أي يوم، إذن أي ماذا ستفعل؟ ستعطيه الإضافة وتأخذ منه الظرف. كذلك نفس أي بلد تسكن، نفس الأمر. طب ممكن تعرب مفعول مطلق أو نائب عن مفعول مطلق؟ نعم، لو كان المضاف إليه في الأصل مصدر من لفظ الفعل بعده، لذلك أي سير تسر أسر معك. لو نلاحظ أن الأصل سير هنا مصدر من لفظ الفعل، إذن مفعول مطلق، ولكن أي ستعطيه الإضافة وتأخذ منه ماذا؟ المفعول المطلق، هكذا يعني، لذلك نقول نائب عن المفعول المطلق. طيب هنا أي سبقت بحرف جر فهي اسم مجرور، انتهى الأمر، وعلامة جر الكسر. فوق أي سبقت بنكرة وظرف أيضا، وما بعد الظرف مضاف إليه، ولكن هذا غالبا يعني، لذلك هنا وفوق نكرة. إذن هنا أي ماذا؟ مضاف إليه، فوق أي مكان تجلس أجلس هكذا. طيب تنبيه هنا مهم، أن فعل الشرط الجازم يا أخو وجابه لو كان فعلا ماضيا، يعني إذا كان فعل ماضي يكون مبني في محل الجزم، يعني قال الله تعالى إن أحسنتم، إذا النتيجة ماذا؟ أحسنتم لأنفسكم. إذا إن هنا حرف شرط جازم، وأحسن فعل ماضي، فعل الشرط طبعا، وأيضا أحسنتم جواب الشرط فعل ماضي، ولكن نقول في كلا الفعلين فعل
ماضي مبني على السكون في محل جزم. لماذا في محل جزم؟ لأنه سبق بماذا؟ بأداة شرط جازمة. طيب تنبيه آخر، توجد أدوات شرط غير جازمة؟ نعم توجد أدوات شرط غير جازمة لا تجزم الفعل المضارع أصلا، هي تفيد معنى الشرط لكنها لا تجزم، وهي إذا ولو ولولا وكلما ولما ماذا ولما الحينية. طب هنا المبني من الظروف أو الظروف المبنية، لأننا طبعا نحن في فصل المبني من الأسماء، فطبعا نأخذ معنا بقى الظروف المبنية. طبعا الظرف المبني هو يعني لا يتأثر بدخول أي عامل عليه، يعني حركته ثابتة، يعني الحركة ثابتة. ومن الظروف المبنية على الضم أولا الظروف المبنية على الضم، وهي حيث ومنذ وقط. هذه الظروف دائما سنقول مثلا ظرف مبني على الضم في محل نصب، انتهى الأمر، إعراب واحد هكذا لأنه مبني، يعني لم يعني مثلا لا ينصب بالفتح هكذا. لذلك قال الله تعالى واقتلوهم حيث ما رأيته منذ قط، هذه الأسماء تعرب ماذا؟ ممكن أن نقول اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف، أو نقول مثلا ظرف مبني على ماذا؟ الضم في محل نصب هكذا. كذلك أيضا الظروف المبنية على الفتح، يعني الآن أيان ثم ثمت أين بينما ريثما، هذه كلها ظروف مبنية على الفتح، نقول في إعرابها ظرف مبني على الفتح في محل نصب، مثل الآن ثم أيان إلى آخره، يعني تلزم حركة واحدة. كذلك أيضا الظرف المبني على السكون، يعني مثل إذ ومذ ولدى وإذا، هذه ظروف مبنية على السكون، ده كل في عربية مثلا ظرف مبني على السكون في محل نصب، انتهى الأمر. كذلك أيضا الظرف المبني على الكسر، وهي أمس، هي مبنية على الكسر، يعني هنا الظرف مبني على الكسر في محل نصب، ولكن متى؟ يعني هي أمس فقط، هي الظرف الوحيد المبني على الكسر، ولكن متى تعرب ظرف مبني على الكسر؟ لو كانت نكرة، يعني ليست معرفة بالألف واللام، يعني مجردة من الألف واللام، إذن هنا يعرب هذا الاسم عند وروده في الجملة نكرة، يعني عندما يأتي لفظ أمس نكرة فهو يعرب ماذا؟ ممكن نقول ظرف مبني على الكسر أو اسم مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية أو في محل نصب مفعول به، لا مشكلة. يعني أنا أقول حضر الأمير أمسي، إذن أمسي اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول فيه، وفي نفس الوقت المعنى أن حضور الأمير كان قبل اليوم، يعني أمس الذي هو قبل اليوم. طيب تنبيه آخر، طب لو كان الظرف مثلا أمس متصل بالألف واللام، إذن يعرب حسب موقعه في الجملة، يعني قال الله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، إذن الباء هنا حرف جر والأمس هنا اسم مجرور، لا مشكلة. حتى أنا أقول مثلا كان الأمس كذا كذا، إذن الأمس هنا اسم كان، لأنه هو يعرب هنا حسب موقعه في الجملة. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأنه معرب بالألف واللام، لذلك أمس إن لو كانت نكرة فلها إعراب واحد فقط، وهي ماذا؟ نقول ظرف مبني على الكسر في محل نصب، أو نقول مثلا اسم مبني على الكسر في محل نصب على الظرفية، أو في محل نصب ظرف هكذا، أو في محل نصب مفعول به، مفعول فيه معذرة. أما لو كانت أمس معرفة بالألف واللام فتعرب حسب موقعه في الجملة، يعني نقول مثلا إن الأمس، إذن الأمس في هذه الحالة اسم إن الأمس قريب مثلا هكذا. لماذا؟ كذلك قال الله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اسم مجرور علامة جره الكسر، لأنها معرفة بالألف واللام هكذا. بعد ذلك ننتقل إلى أسماء الأفعال، ولماذا سميت أسماء أفعال، يعني هي بين الأسماء وبين الأفعال، أخذت من هنا وأخذت من هنا. طيب هنا هو اسم، يعني اسماء الافعال هو اسم نابع عن فعله في العمل. ما معنى نابع عن فعله في العمل؟ يعني مثلا الفعل يرفع ماذا؟ يرفع فاعلا وينصب ماذا؟ مفعول، يعني فعل فاعل مفعول، هذا الفعل يعمل في الفاعل الرفع ويعمل في المفعول النصب. كذلك ايضا اسماء الافعال تعمل نفس عمل الفعل، يعني لذلك هو اسم نابع عن فعله في العمل، يعني يعمل عمل فعله، يعني اسم الفعل ممكن نحذف فعله نقول اسم فعل،
اسم فعل أيضا يرفع فاعلا وينصب مفعول مثل الفعل بالضبط. هذا معنى أنها دخلت في الأفعال، لذلك قلنا أسماء أفعال. طب لماذا نقول أسماء؟ لأنها لا تقبل ولا يقبل علامات الفعل. ما معنى لا يقبل علامات الفعل؟ يعني هو مثل الاسم، الاسم لا يقبل علامات الفعل، كذلك أسماء الأفعال لا تقبل علامات الفعل ولا يتأثر بالعوامل الداخلة عليه. يعني مثلا لو الفعل المضارع يكتب، لو دخل عليه عامل النصب لن يكتبه، تأثر بالعامل وأصبح منصوب، دخل عليه لم سيكون لم يكتب مجزوم. إذن الأسماء الأفعال لا تتأثر بدخول أي عامل عليها هكذا. لذلك هي سميت أسماء أفعال لأنها أخذت من الأفعال العمل وأخذت من الأسماء مثلا عدم قبول علامات الفعل هكذا. طب إعرابها؟ دائما مبنية، أسماء الأفعال مبنية، كل اسم فعل مبني لا محل له من الإعراب حسب حركته. يعني مثلا قال الله تعالى هلم مثلا، يعني في كل هلم، هلم إلينا، هلم بمعنى اقترب أو أقبل، يعني اسم فعل. طب في الإعراب ماذا سنقول؟ سنقول اسم فعل أمر بمعنى اقترب مبني على الفتح لأن في النهاية فتح. طب أين الفاعل؟ رفع فاعل مثل الفعل بالضبط، إذا عمل عمل الفعل، كأن الله قال أقبلوا أو اقتربوا إلينا. طب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنتم، يعني هلم أنتم إلينا. كذلك صه بمعنى أسكت، صه يا رجل، إذا صه اسم فعل أمر بمعنى أسكت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت، يعني صه أنت يا رجل. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. طب متى نعرف؟ طب ما ممكن نقول أن عليكم هنا جر ومجرور، لو كانت عليكم بمعنى إلزموا فهي اسم فعل، أما لو كانت بمعنى الحرف الجر الاستعلاء إلى آخره فهي طبعا جر ومجرور. ولكن هنا يعني الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إذن عليكم بمعنى إلزموا، إذن في هذه الحالة ليست جر والمجرور ولكن هي منقولة من الجر والمجرور إلى اسم الفعل بمعنى ماذا؟ بمعنى إلزم أو إلزموا. إذن هنا اسم فعل طبعا لا محل له من الرب، والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره أنتم، يعني عليكم أنتم أنفسكم هكذا. كذلك هنا حي بمعنى أقبل، حي على الصلاة، يعني أقبل إلى الصلاة هكذا. يعني إذن اسم فعل بمعنى أقبل طبعا لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب آمين بمعنى استجب، إذن اسم فعل مبني على الفتح فيما، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، يعني يعود إلى الله. هيا يعني أقول هيا يا محمد بمعنى أسرع، اسم فعل مبني، أسماء الفعل دائما مبنية، فاعل ضمير مستتر تقدر أنت. إليك، طب هنا إليك لو هي أنت تقصد، لو هي بمعنى ابتعد فهي اسم فعل، يعني إذا شخص مثلا يقترب مني أو يقترب إلي أقول له إليك عني، أو يعني معنى ابتعد عني إذن هنا. أما أنا قلت مثلا، لأن مثلا أقول هذا القلم جاء مثلا محمد جاء إليك، إذن إليك هنا جر ومجرور، إذن هذا نقل من الجر والمجرور إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل بمعنى ابتعد، إليك عني يعني بمعنى اسم فعل، والفعل ده مستتر تقديره أنت. طيب دونك، طب تستعمل ظرف وتستعمل ماذا؟ اسم فعل. لو أنا أقصد دونك الكتاب أو دونك القلم أو دونك الهاتفة، إذن هنا اسم فعل بمعنى خذ، هذا يعني بمعنى خذ الهاتف هكذا. أما أنا قلت مثلا الكتاب دونك، إذن دون يعني أسفل، يعني إذن هنا هي ظرف هكذا. لذلك إذا أنا أقول دونك الكتاب، إذن اسم فعل مبنى الفتح طبعا، والفعل ضمير مستتر تقدر أنت، والكتاب طبعا مفعول به، لماذا؟ لاسم الفعل دون هكذا. طيب رويدا أو رويدة، طبعا هي رويدة هي مصدر ولكن اسم فعل منقول من المصدر، بمعنى أمهل، يعني رويدة المفلس، إذن طبعا اسم فعل مبنى على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت، والمفلس مفعول به. لو نلاحظ أن اسم الفعل عمل الفعل هكذا. شتانة بمعنى افترق، إذن شتانة اسم فعل والفاعل، وزيد هنا فاعل، بمعنى افترق زيد عني. مكانك بمعنى اثبت مكانك أيها، إذن اسم فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هلم بمعنى اقترب أو أحضر لا مشكلة، يعني اسم فعل مبني على الفتح. سرعان بمعنى صرع اسم فعل. طيب أف بمعنى أتدجر اسم فعل،
مضارع، ولكن هنا اسم فعل مضارع. طب وي بمعنى أتعجب، قال تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، بمعنى أتعجب، يعني وي بمعنى أتعجب اسم فعل مضارع. طيب ننتقل إلى طبعا هذه الأسماء تحتاج إلى حفظ يعني. طيب هنا ينقسم اسم الفعل من يعني اسم الفعل ينقسم من حيث الوضع إلى مرتجل ومنقول. طب ما معنى كلمة مرتجل، أو ما معنى اسم فعل مرتجل؟ هو ما وضع في بداية الأمر أو من أول أمر اسم فعل هكذا، يعني مثل هيهات أف إلى آخر، يعني هو موضوع من أول أمر اسم فعل، وسمع عن العرب هكذا اسم فعل فقط، ويكون للماضي والمضارع والأمر هكذا. طب ما معنى منقول؟ يعني هو كان في بداية كان ظرف ونقل من الظرف إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل، بمعنى مثلا إليك عني أو عليكم، هي في الأصل أصلا هو جر ومجرور، ولكن نقل من الجر والمجرور إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل. كذلك الظرف دونك، هو في الأصل ظرف ولكن نقل من الظرف إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل. أو الجر والمجرور عليك، نقل من الجر والمجرور إلى ماذا؟ أو إليك، إلى اسم الفعل. المصدر رويدة، رويدة مصدر رواي، ولكن هنا حتى في القرآن فما هي للكافرين أمهلهم رويدة، إذن هنا المصدر ولكن أخذ من المصدر إلى اسم الفعل هكذا. طيب مثلا المنقول عن الظرف مثل أمامك، هي منقول وأدونك منقولة من الظرف إلى اسم الفعل، بمعنى ماذا؟ بمعنى إثبت أو بمعنى تقدم، لا مشكلة. ودونك بمعنى خذ، يعني كذلك أيضا جر عليك بمعنى إلزم، هي نقلت من الجر والمجرور إلى ماذا؟ إلى اسم الفعل بمعنى إلزم. أو رويدة بمعنى أمهل هكذا. إذن هنا اسم الفعل إما أن يكون مرتجل، يعني هو في بداية الأمر اسم فعل لم ينقل من شيء إلى شيء. أما المنقول هو ما نقل من الجر والمجرور أو المصدر هكذا أو الجر أو الظرف إلى اسم فعل حسب المعنى الكلام يعني. طب وطبعا أسماء الأفعال هي طبعا مسموعة عن العرب. طيب ولكن هل ممكن أن نأتي باسم فعل بنفسنا، أو نحن ممكن أن نصنع اسم فعل؟ نعم ممكن أن نفعل نحن اسم فعل. كيف هذا؟ هو يعني يصاغ اسم الفعل قياسيا من الفعل الثلاثي، يعني لابد أن يكون الفعل من ثلاثي، يعني إذا أنت تريد أن تعمل من الفعل اسم فعل ستأتي بفعل ماذا من ثلاثة أحرف، وهذا رقمه، ويكون هذا الفعل متصرف. ما معنى متصرف؟ يعني يأتي منه الماضي والمضارع وماذا والأمر، هذا معنى متصرف. طبعا المتصرف التام، تام يعني ليس من كان وخوته، يعني ليس ناقصا، على وزن فعالي بالكسر، فعالي يعني مثلا كلمة نزالي هي اسم فعل. لماذا؟ هي اسم فعل من الفعل ماذا نزل. نلاحظ أن الفعل نزل هو فعل ثلاثي متصرف، نزل ينزل انزل، جاء منه الماضي والمضارع والأمر. تام يعني ليس من كان وخواته، بمعنى انزل. إذا أنا أقول مثلا نزال نزال نزالي، إذا بمعنى أنني أقول له مثلا نزالي يا محمد، معنى انزل يا محمد هكذا. وكتابي من الفعل كتب، أنه اكتمل الشروط، ثلاثي متصرف تام هكذا، بمعنى أكتب كتابي يا زيد منه. إذن إعراب هنا حالة واحدة، له إعراب واحد، اسم فعل مبني على الكسر لأنه على وزن صيغة فعالي بالكسر، فهو مبني على الكسر هكذا. طيب ننتقل إلى تنبيه مهم جدا. أسماء الأفعال كلها مبنية طبعا، وكلها سماعية طبعا، يعني نحن سمعناها من العرب هكذا وكلها مبنية، ما عدا صيغة فعال هي ليست سماعية ولكنها قياسية، لأننا الذي نحن يعني نصيغها من الفعل الذي اكتمل الشروط طبعا، وهي فهي قياسية من كل فعل. نأتي بفعل ثلاثي متصرف تام، يعني أي فعل ثلاثي متصرف تام ممكن أن تأتي منه بـ 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 باسم فعل على وزن فعال فقط ويبنى على الكسر، مثل نزل نزالي هكذا. هذا هو التنبيه الأول. طيب التنبيه الثاني، يستعمل اسم الفعل بصورة واحدة للمفرد وللمثنى والجمع والمذكر، يعني أنا ممكن أقول للرجل هيهات يا محمد، وللمرأة هيهات يا فاطمة، وأقول لجمع الذكور، لجماعة الذكور هيهات،
أو هلم، وكل وكل جماعة الإناث هلم، يعني الفعل لا يتصل به علامة علامة الإفراد ولا علامة التذكير والتأنيث، لا يتصل بهذا، ولا يتصل به علامة الجمع المذكر ولا النسوة، يعني لا تتصل به النسوة ولا واو الجماعة إلى آخره هكذا. لذلك مثلا أنا قلت مثلا هلم، سيقول للرجل هلم يا محمد، والمرأة هلم يا فاطمة، وللنساء هلم يا نساء، وللرجال هلم يا رجل، هكذا. طيب، ولكن ولكن بشرط، إلا لو كان يعني فعل الأمر متصل بكاف الخطاب، وهو فعل الأمر عليك أو إليك مثلا، لو كان فعل الأمر متصل بكاف الخطاب في هذه الحالة يجوز أن تتصل به علامة جمع أو علامة، يعني مثلا إذا أنا أتحدث مع رجل أقول مثلا عليك نفسك، امرأة عليك نفسك، رجلان عليكما أنفسكما، هكذا يعني عليكن أنفسكن، عليكم أنفسكم، هكذا. إذا لو كان فعل الأمر فقط، متى تتصل به علامة للتثنية أو الجمع؟ لو كان متصلا بالكاف مثل عليك، يعني ممكن أقول عليك نفسك، عليكم أنفسكم، هكذا. أما بقية أسماء الأفعال لا تتصل بها علامة جمع ولا علامة مثنى إلى آخره، هكذا.